مرحبا، معكم الشيف خولة سيب من البحرين. حياكم الله في برنامج هني وعافية. اليوم راح نقدم لكم ثلاثة أطباق: المقبلات والطبق الرئيسي والطبق المميز الحلويات. شنو عندنا اليوم؟ عندنا سلطة المعكرونية بدجاج الأوريغانو. شلون يعني دياي الأوريغانو؟ راح أشرح لكم الحين، وخلكم معاي على المقادير. طبعا هني عندي معكرونية فحيتها مسبق، وعندي مجموعة من الخضروات: سانروي توميتو اللي هو الطماطم المجفف، طبعا أسواق كارفور يبيعون هاي المنتجات، دجاج بالأوريغانو وشوية خيار، وحق السوس راح نشوف طريقة السوس مع بعض. طبعا دجاج السوس اللي احنا راح نسوي له او الخلطة الدجاج بالأوريغانو، ناخذ اقطع من الدياي نحط قليل معاها البهار الأوريغانو مثل هاي ما تشوفونه، اوكي، ونحطه في شوية ماي ونفوحه، راح نحصل على نفس الطريقة. خلنا نبتدي. طبعا اول شيء راح اخذ المعكرونية المسلوقة واحطها في الصحن التحضيري بهالطريقة. ناخذ مجموعة من الخضروات، عندي هني دجاج بالأوريغانو، وهم نقدر نستخدم هذا الشيء حق سندويتشاتنا، نحشيهم بشوية مايونيز وخس وناكلهم. وعندي طبعا هني الخيار، واي شيء انتم تحبونه من خضروات تقدرون تضيفونه. سانروي توميتو انا افضل اني انا اقطعها بطريقه اصغر، راح اقطعها. سانروي توميتو جدا طعمه لذيذ، نقدر نستخدمها حتى في البيتزا. راح اقطعها هالطريقة، وحين راح نبتدي حق صوص السلطة هالطريقة. هني خلصنا، حنا بفتنا شوية شاهدينا، نبتدي الصوص. طبعا هني عندنا زيت زيتون، راح نحط عليه شوية من الليمون، بهار الأوريغانو، شوية من الملح والفلفل الأسود، ونخلط هاي المكونات. خلينا نشيل الأغراض علشان نحط الصوص على السلطة. بهالطريقة خلصنا، راح نحط الصوص. إذا كنتوا مسويين السلطة وتتوقعون ضيوفكم أو أنتوا راح تاكلونكم حق عقب، أوكي، مجرد إن أنتوا تحطونها هاي الشيء في الثلاجة، والصوص تحطونه وقت التقديم. نجيب هني الطبق، خلنا نخلط المكونات بهالطريقة. كذي خلطنا كل المكونات، راح ننزلهم في طبق التقليم. بسم الله، بشذي خلصنا طبقنا مشاهدينا، راح نحطه على طاولة التقديم. وراح أقول لكم الحين شنو راح نسوي كطبق الرئيسي، خلكم معنا. طبق مبتكر، طبعا القالب أو طبق التقديم راح يكون على كنافة، وفوقه راح يكون رز أبيض مع دجاج صيني. خلكم معاي علشان تعرفون شلون تسوون كنافة في قالب.
رجعنا لكم مشاهدينا، خلكم معون راح اسوي لكم ان شاء الله طبق مميز تقدرون تقدمونه وتبتكرون ان شاء الله. بس قبل لا نبتدي واقول لكم المقادير، عندي هنا الكنافه، الكنافه مو بس حق الحلويات، حتى نقدر نستخدمها حق الموالح. خلينا نشوف المقادير معانا. هني عندي بصل وفلفل احمر، فلفل اخضر واصفر، وهذه للتزيين بصل اخضر، نشا اقطع من الدجاج، اوكي. عندي هني عيش لوني احنا مسويينه من قبل، اوكي. وللصوص اللي راح نحطه على النار عندي عسل او استر صوص اللي هي صلصه المحار، عندي هني بهار الحار، وهم عندي هني سيا صوص، ثوم وزنجبيل وسمسم للتزيين والكاتشب، وراح نستخدم زيت السمسم. اذا ما توافر عندكم زيت السمسم تقدرون تحطون الزيت العادي. خلينا نبتدي الحين، راح نسوي على هذه التشكيله نحط كنافه وندخلها الفرن. بس قبل خلينا نعلمكم شلون نسويها. طبعا هاي عندكم هني الكنافه، تقدرون تستخدمون اي كنافه، اوكي. وهني عندي الزبده، طبعا هذه الرز راح نستخدمه اخر شيء. اخلط هاي المكونات مع بعض بهالطريقه، اخلط الزبده كامل مع الكنافه. طبعا هذه الحركه علشان لما احطها هني في القالب بيكون عندي متماسك. انتم باختياركم اي قالب كان عندكم اياه تقدرون تستخدمونه. راح احط الكنافه بهالطريقه. هذا النوع من القوالب تتوفر في كارفور، تقدرون تستخدمونه مو بس حق هاي التشكيلة من الكنافة، هم تقدرون تستخدمون خبز التورتيلا تحطونه هني في الوسط وتحطون فيه سلطة، تسوون فيه نفس هاي الطبق. انتوا ابتكاراتكم، احنا نعطيكم الفكرة وانتوا بعدها. خلينا نحطه على الطاولة علشان نزينه ونسوي ترتيب عدل. ابتدي مشاهدينا مثل ما نشوف حطيت الكنافة على الطبق، راح ادخل الفرن تقريبا لمدة اقل من 10 دقائق. انتو فرنكم، انتو تعرفون حق فرنكم متى يستوي، راح تتحمر الاطراف تصير لونها حمرة خفيفة، وراح نطلعها في هالاثناء واحنا نحطها في الفرن راح نسوي الدياي الصيني. خلكم معاي يلا على النار مشاهدينا، نحط زيت السمسم، خلينا نشيل هاي الاشياء، اوكي. لما هني شويه عندي زيت السمسم يتحمر، وراح ابتدي في الخطوه الثانيه راح انزل البصل مع الثوم. ابتدي راح ننزل البصل، اذا كان عندكم اي خضروات ولكم تضيفونها على هاي الطبق بعد هم بيكون حلو. طبعا كارفور يبيعون الميني ذره، تقدرون هم تقطعونها دوائر وتضيفونها مع هاي الطبق راح يطلع لكم حلو ومميز. راح اخذ هني ثوم وزنجبيل مهروسين مع بعض، الاطباق الصينيه تحب الثوم وتحب الزنجبيل، هي اللي تعطي الطعم وتخليه مميز. اتمنى انكم تجربون زيت السمسم، لا طعم غير 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 عن الزيت العادي وغير عن الزيت الزيتون. الحين راح اضيف الدياي، طبعا مطابخ تلكو سوت لنا هالتصميم المميز اللي كل شيء يمنع ومو صعب علينا ان احنا ناخذ اي شيء. نخلي شويه هني دياي عندنا يصير، طبعا الدياي ما يعوق ويستوي كلش سهاله، اهو الربيان ما له روح بسرعه يستوي.
فيها الاثنان بس نشيل الاغراض. خلينا نتاكد من الكنافه لما الدياي شويه يصير عندنا. يبيله شوي مشاهدينا، خلينا نرجع نشوف الدياي. بطريقة أسهل لنا لما الدياي يستوي، خلينا نمكس عندي هني إناء، خلينا نحط كل الصوص اللي احنا راح نستخدمه. عندي هني سويا صوص، عندي أوستر صوص اللي هي صلصة المحار، عندي عسل، تقدرون تضيفون التشيلي سويت إذا ما عندكم العسل. ونحط العسل، وهاي البهار راح اضيفها اخر شيء. عندي كاتشب، طبعا علشان تصير هذه القوام شويه متماسكه، اوكي راح اضيف لش نشا وشويه من الماء واضيفه معها. هذه جاهز عندنا الحين، خلينا نشوف الدياي. مشاهدينا خلينا نشوف المقادير على الشاشة لما ينضج عندي الدي اي نرجع لكم. راح نضيف باقي الخضروات واحدة تلو الأخرى، نعطيها ثانية واحدة ونضيف الخضرة الثانية. راح نضيف الأحمر نفس الطريقة، نعطيها تشذي ثانية ونقلبها. كل اللمعة اللي في الطبق يتي من زيت السمسم. راح نضيف هني الخضر، الواحد لما يشوف هالطبق الصراحة يستانس، الألوان اللي صايرة في الطبق تينم جميلة جدا. كذي متابعينا نخليه شوية بس، اوكي؟ ونضيف الحين الصوص. بس لما شوية بس يتم على النار راح اسوي هني عندي النشا، مثل ما قلت النشا يخلي هاي القوام تكون صلبة. عندي هني ملعقتين إلى ملعقة من النشا، بصب عليها شوية ماي. أحركها. خلينا نخليه على الصوت. اوكي هذا برز عندنا، راح نضيف الحين الصوص. لما تسمعون هذه الاصوات تعرفون هني انكم قاعد تسوون طبق جميل. راح ننزل هاي الصوص.
ونقلبه. طبعا البهار اللي هني موجود مو في السوس، البهار نفسه منه وفيه الخضروات، الخضروات اللي هي الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر، لا ريحة مميزة، هو نفسه منه وفيه بهار. طبق صيني صح اللي نشوفه في المطاعم مو شيء صعب ان احنا نسوي، هذه كل شيء اللي احنا هني برنامج هاني وعافية نسهل لكم كل شيء. خلاص راح اضيف هني عندي النشا بس طبعا مو كلها، بالتدريج اوكي على حسب الكمية اللي انتوا عندكم اياها. شوية، يا سلام يستاهل ان احنا نقول له اولا لا، هذا الطبق الحلو. طبعا انا ابي الصوص شويه يكون فيه موجود لان راح انزل الصوص على العيش شويه، اخلي الصوص يمتصه العيش. طبعا مشاهدينا حتى الخضروات اللي موجوده هني احنا ما نبيها تكون ناضجه، اوكي حلو لما ناكلها شوي فيها قرمشه بسيطه. بكذي طبقنا الصيني خلص، اوكي شوفوا المقادير على الشاشة لما نجهز لكم الكنافة والعيش والدجاج الصيني. شفنا المقادير على الشاشة وهني برز عندنا حق التقديم. طبعا مثل ما نشوف هني عندي هني قالب الكنافة حطيناها في الفرن، وانتو تحددون المدة لاستواء الكنافة، انتو فرنكم تعرفون له. طبعا الحين راح نقدم الطبق. مثل ما قلنا هني عندنا الرز احنا مسويينه، اوكي ننزل الرز بهالطريقة في وسط الكنافة. خلينا ننظف الطبق، ولازم تحاسبوا مشاهدينا ان هذه جدا رقيقه تنكسر بسرعه. خلينا ننظف الطبق علشان نوديه على طاوله التقديم. اوكي ناخذ الدجاج الصيني مثل ما نشوف، بسم الله نحطه في وسط العيش بهالطريقة. ناخذ شوية من الصوص، وراح نزينه الحين بالسمسم، وعندي هني الفلفل، إذا تقدرون تضيفون الفلفل بعد مع خلطة الدجاج الصيني، بس احنا نبيه شوية من فوق على حسب رغباتكم اللي يحب حار. ونعطيه من البصل الأخضر، وعندي هنا السمسم. بكذي متابعينا خلصنا طبق القالب بالكنافة والدجاج الصيني، خلينا نودي على طاولة التقديم علشان اقول لكم شنو راح نقدم لكم حلاوه. خلوها مفاجاه، لا تغيرون الشاشه، خلكم معنا عشان تشوفون الطبق المميز اللي اسمه ليزي كيك.
مشاهدينا رجعنا لكم حق طبق الحلاوة. اليوم راح أسوي لكم ليزي كيك. طبعا في النهاية راح تعرفون شنو معنى الليزي كيك، هي حلاوة الطيبين اللي احنا نسويها، نحط الشوكليت مع بسكوت ونقطعه فتكون قطع البسكوت بارزة، بس احنا بنسويها بطريقة مبتكرة وان شاء الله راح تعجبكم، كأن شكلها مدور لما نقطعها كيكة جميلة. طبعا الشيء اللي راح قبل اقول لكم المغادير اللي راح نستخدمها، هذه النوع من القالب او الرنج، في رنج. بس قبل لا انا اقول لكم المغادير خل اشرح لكم عن هذه ورقه الزبده حق شنو خليتها. فطبعا لما احط هنا الطبق راح ادخله في الثلاجه، اوكي، فلما افتح هذه القالب عشان تنقلونه حق طبقكم ما يكون عليكم صعب، مجرد ان تبطلونه هالطريقة وتشيلون هذه الورقة، اوكي، من على الحلاوة وتحطونها على طبق التقديم. خلنا نبتدي الحين واقول لكم المقادير. طبعا عندي هنا بسكوت مكسر باليد بهالطريقة، اوكي. عندي هنا جوز طبعا مبشور طقينه، اوكي، حق التزيين. عندي هنا كوكو باودر، وعندي السكر، وهذه هم اليوز بعد راح نضيفه ان شاء الله مع البسكوت. وراح نسوي القناش، القناش اللي هو عبارة عن كريمة خف تنخلط مع الشوكلت علشان نصبها فوق البسكوت. هاي المقادير البسيطة تطلع لكم طبق ولا أروع وراقي، بنشوف احنا في النهاية. بس خلنا نبتدي أول، بس أنوه عليكم متابعينا انه أنا استخدمت قالب ثاني حق هذه الكيك، بس أنا هاي الشيء المتداول في كل بيت، فمن كذي جبت لكم هذه عشان انتم يسهل عليكم. خلينا نبتدي. اول شيء نحط هنا الكوكو باودر، وعندي السكر، وعندي هنا كوب من الماء. نخلط هذه المكونات مع بعض وعقب نحطها على النار. خلص ابتدي انتم نخلطه لما تحسون الخليط كله انمزج مع بعض. في هذه الاثناء انزين نشوف المقادير على الشاشه لما ينخلط، ورويكم الخطوه الثانيه. طبعا مشاهدينا شفنا المغادير هني قبل لا يثور ويغلي علي، زين شفته سخن اشيله، اوكي. طبعا هاي المكون راح نستخدمه الحين. عندي مكون اضافي راح اضيف معاه، اوكي، هني الفانيلا. في شيء هني قبل لا احنا نحط هاي الشيء مع البسكوت. عندي هني الجوز راح احمصه بشكل بسيط، مو وايد، قليل. نكسره باليد بس، نعطيه حراره بسيطه، نخلطه مع البسكوت. خلصنا منه. نبتدي الحين حق هاي الصوص اللي سويناه، راح نصبه هني على البسكوت. خلنا نصك النار. نخلط هذه المكونات مع بعض بهالطريقة. نخلطه كلهم مع بعض. نجيب القالب، ننزل هاي البسكوت كامل،
هالطريقة مع الماي، لأن هاي راح نحطها في الفريزر وكله راح يجمد. ناخذه ونرصه كذي في القالة هالطريقة. راح نحطه في الثلاجة شوية عشان نسوي لكم صلصة القناش. خلكم معاي، راح ادخله في الثلاجة من تحت شوية علشان يكون الخليط عندي متماسك. يلا خلنا نسوي لكم القناش. القناش عندي هني كريمة الخفق. علشان اسوي القناش ما راح احتاج الكريمة تكون مطبوخة، بس مجرد انها تكون ساخنة، اذا طبخناها راح تحترق، فاحنا نسخنها بهالطريقة. اقصر على النار. في هالاثناء راح اقطع الشوكلت. خلنا سكين علشان لما يذوب يكون لنا اسهل. طبعا الحليب الخفق ما نحرقه وايد مثل ما قلت، بس مجرد انه يسخن. شوفوا شلون طلع مني النار الدخان، هذا يعني عبارة انه سخن. في هالاثناء اوكي راح اشيله شوية على النار. عندي هني الشوكليت، راح اقطع الشوكليت اوكي علشان يطلع لنا بسرعة يذوب بهالطريقة. راح اضيفه هني، او بطريقة سهلة انكم تاخذونه وتكسرونه بيدكم. طبعا هذا الشوكليت مخصص حق التذويب، وين نقدر نحصله؟ في كارفور. قسم الحلويات يوفرون لكم الشوكليت المخصص للتذويب، عدة أنواع عدة أشكال. أتوقع أنا هاي الكمية راح تكفيني، حتى لو زينتوا شوك أي كيكة في البيت أوكي تقدرون تستخدمون هذا النوع من القناش وتزينون فيه كيكتكم. ناخذ هني الكريمة ونصبها على الشوكلت بهالطريقة. نخليها دقايق، يعني عدوا من الواحد إلى الخمسة وحركوها. خلص الحين نخلي الشوكلت شوية هاللون تاخذ حرارة الكريمة ونحركها، بيراويكم مستوى المطلوب حق القناش. هالطريقة. طبعا هذا القناش راح نصبه فوق الكيكة اللي دخلناها في الثلاجة، وبعدين راح ندخلها في الفريزر ليلة كاملة، واحنا مجهزين لكم كيكة مسبقة نراويكم الشكل النهائي بعد ما تشوفوا المقادير على الشاشة. طبعا هني الكيكه طلعناها من الثلاجه، وعندي هني القناش مثل ما نشوف شكله شلون. هذا الشوكليت المطلوب اللي احنا نبيه في القناش، راح نصبه فوق البسكوت بهالطريقه. مشاهدينا نعدل الاسطح، طبعا مشاهدينا احنا سوينا مثل ما قلنا واحدة مسبقة، راح اراويكم اياها.
هذه تنحط في الفريزر ليلة كاملة ونطلعها، ونفس اللي احنا راح نسويها في التزيين تقدرون تزينونها او زينوها بابتكاراتكم. الحين راح نجيب اللي احنا سويناها، طبعا هني انا عندي هذه الكيكة راح نفتحها قدامكم. بسم الله، ايوه بسم الله. وبكذي طبعا الحين راح نزينها. عندنا هني اليوز، اوكي راح نحط هني على الاطراف. الطريقة كذي، لما نزينها راح نحطها على طاولة التقديم، وبنحط لكم طبق إضافي مقطوعة علشان تشوفون شلون داخل الشكل. دقايق ونخلص التزيين. طبعا انتم ابتكاراتكم، الشيء اللي انتم تحبون تزينون فيه هو اللي راح يميز طبقكم. كذي متابعينا خلصنا التزيين، راح نودي على طاولة التقديم. في التصوير ان شاء الله راح تشوفون شلون داخلها. بكذي خلصنا حلقة اليوم برنامج هني وعافية، قدمنا لكم سلطة بالدجاج الأوريغانو والمعكرونية، وقدمنا لكم طبق مميز مبتكر بقالب الكنافة والدجاج الصيني، وعندنا هني الليزي كيك اللي هي حلاوة الطيبين بطريقة مبتكرة. إن شاء الله طبقنا عجبتكم. مع السلامة، كانت معكم الشيف خولة سيف من البحرين.